أريد هدية أورجينال أقدمها لزوجي في عيد ميلاده. ما رأيك يا سيدتي بهذا الحزام المصنوع من جلد التمساح؟ لا، سيضربني به عندما يغضب مني. وهذا الحذاء يا سيدتي مصنوع من الجلد الأصلي. لا، سيقفزني به أيضا، إنه رجل حمش جدا. إذن قدمي له ربطة العنق. إنه قليل، ما يرتدي بدلة رسمية. طب ولع يا سيدتي، وهو لا يدخن أيضا. ما رأيك بمحفظة من جلد الأفاعي؟ سيعتقد بأنني دلبتها له، لا أعرف أين يخبئها بواسطة الشم، فجلد الأفاعي له رائحة قوية جدا. لم يبقى لدي سوء هذه القبعة الجميلة. لا، سيعتقد أنني جلبتها له ليغطي بها صلعته. إنه أصلع أيضا، ورأسه مثل البطيخة الصيفي، ليس فيها ولا شعرة. إذن قدمي له هذا الزيت العجيب ليدهن به صلعته. وهل يعيد إليه شعره؟ لا بالطبع، ولكنه سيجعل رأسه تلمع كالمرآة العاكسة للضوء.